التصوير في المكان نوعا ما ممنوع، انا غالبا مش هكمل تصوير في المكان قوي وهختم الفيديو بره. انا صورت بالعافيه او كملت تصوير بالعافيه. اهلا اهلا، يا صباح الخير، عاملين ايه؟ رجعنا تاني نعمل فلوجز، بس المره دي فلوجز في مكان مختلف شويه، بس ده مسجد احمد بن طولون. ده من احسن واكبر المساجد الموجوده في مصر واجملها بصراحه. القبه دي تبان من بره، تبان من بره ان هي حاجه كبيره، بس اوكي انت مش شايف فيها اي حاجه. بصوا من جوه طريقه التنظيم بتاعتها اصلا عامله ازاي، شكلها من جوه عامل ازاي. بصوا عباره عن انك انت تدخل من بره في قبه كبيره من بره اللي هي بتبقى ظاهره في الاول اللي هي دي، بعدين لو تبدا ان انت تدخل بتلاقي حاجه من هنا عامله زي حوض ميه، او تقريبا ده المكان اللي هم كانوا بيتوضوا فيه قبل كده. فبعد ما بتشوف المكان ده كله بتلاقي ان انت واقف فوقيك حاجه كبيره جدا 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 ومدوره جدا من فوق وشكلها رهيب. اوكي، كوني حد متفرج واول مره يجي يشوف جامع زي مسجد احمد بن طولون اكيد موهوم، موهوم بالشكل بتاع المسجد. بس انا مش عارف اكتر تاريخ المسجد عامل ازاي، تفاصيل المسجد، المسجد ده اتبنى في قد ايه، الطريقه بتاعته عامله ازاي. وكمان اجمل حاجه بصراحه موجوده في المكان فكره انه هو انا ليه بشوف كل حاجه في المكان على ان فيها زخارف حلوه قوي. يعني ايه المميز اللي يخلي المكان اللي يبقى فيه كل، يعني كل حته فيه حرفيا فيها زخارف من احسن ما شفته في حياتي بصراحه. بصوا يعني اجمل حاجه ممكن تشوفها بصراحه هي زخارف جميله جدا وحلوه قوي. بصوا شكلها عامل ازاي، رهيبه، كل جزء فيه زخارف. لا اله الا الله محمد رسول الله، مفيش حته في المسجد مفيش فيها زخارف حلوه. بصوا يا جماعه، من اجمل واحلى الحاجات اللي في المكان فكره العمق اللي بيبقى موجود وراك وانت بتصور. بصراحه يعني مكان رهيب، العواميد وكترها والحركه بتاعتها وشكلها حتى وانت بتصورها، الخشب والبنيان نفسه، طريقه البنيان نفسها، صوت العصافير اللي انت بتبقى سامعه، صوت العصافير الموجود فوق ده، بصراحه كل دي حاجات بتخلي شكل المكان حلو قوي وبتخليك مبسوط قوي وانت ماشي في المكان. نوعا ما ان انت عندك اماكن حلوه، كلنا بنبقى عايزين نسافر ونطلع بره ومش عارف ايه، بس بصراحه عندنا في بلدنا في اماكن حلوه قوي تستاهل ان احنا نيجي ونشوفها ونزورها ونستمتع بيها. لبسه في رجلي ده حاجه بسيطه جدا، بكيس بلاستيك، كيس بلاستيك بحوالي 5 جنيه مثلا. لو انت جاي اول مره تيجي المكان هنا فاحسن حاجه ان انت يكون معاك كيس بلاستيك زي ده عشان تقدر تلف بيه في المكان، والاحسن تيجي المكان في نص اليوم، ما تجيش المكان بدري قوي عشان المكان شمس جدا ودرجه الحراره فيه عاليه قوي. المكان ما فيهوش فلوس عشان تدفعه، فما تخليش حد يخليك تدفع فلوس وانت داخل المكان. دلوقتي بحاول ان انا اطلع فوق القبه اللي هي اعلى مكان تقريبا في المسجد. بص المكان من فوق اصلا شكله عامل ازاي، كمان من هنا انت شايف كل الاماكن الاثريه، كل المساجد، مسجد السلطان حسن والقبه بتاعته كلها، شايف القلعه وكل اللي حواليها، شايف كل المباني والمساكن القديمه، شايف تقريبا كل حاجه، شايف الجبل، شايف القبه بتاعت المسجد. الحقيقه شكل ومنظر المكان نفسه يخليك عندك شغف كبير قوي انك تطلع تشوف المكان في الحته اللي فوق دي. ايه رايك في المكان فوق؟ حلو. استنى طيب بس قول لي، انت عمال تطلع تتحرك من هنا لهنا لهنا، شايف ايه الحلو في المكان يعني انت تطلع فيه فوق عادي؟ انت مش خايف ولا قلقان ولا اي حاجه؟ اسمك ايه؟ مبروك. ماشي مبروك، عايش. وبصوا انا فين لدرجه ان انا شايف كل ده، العشش اللي هناك دي، العماير القديمه، شكل الناس وهي ماشيه، شكل العربيات، بصراحه احلى حاجه ممكن تشوفها من فوق. مبنى اثري تمام، لكن العشوائيات اللي حواليه مش حلوه. لسه لما تطلع فوق كمان احلى. اوكي انا هطلع جدا حالا دلوقتي. اطلع فوق خالص. طالع حالا دلوقتي. الاسبوع اللي فات او يوم الثلاثاء اللي فات حسيت بمشكله كده في دماغي فاتخبطت، اتعورت تعويره جامده جدا بسبب مشكله كده، فكنت بدوخ كل شويه، ودلوقتي وانا هنا فوق حاسس نوعا ما ان انا دايخ شويه او ان انا مش في احسن حاله، والمكان عالي جدا وبصراحه انا حاسس ان انا دايخ شويه، بس بالنسبه لي ده مش فارق معايا دلوقتي على قد ما انا فارق معايا ان انا جيت وعملت الحاجه اللي انا عايزها، ان انا اطلع المكان ده ونشوف مكان جديد، وان ما افضلش قاعد متضايق بسبب اللي حصل، وان ما افضلش قاعد حاسس ان انا دايخ ومش هقدر اتحرك وتعبان ومش عارف ايه، لا نزلت وكسرت ده
نزلت وشفت مكان جديد، نزلت واتحركت، ما حطيتش في دماغي ان انا ممكن اتعب ومفيش حد معايا، وما استنيتش حد يجي معايا علشان اروح الف ولا اروح اعمل كل ده. ستيل بدور على شغل وانا لسه في الجيش، ستيل بتعلم فوتوغرافي وانا لسه في الجيش. عادي، لو عايز تتحدى حاجه في حياتك هتتحداها، مش بتاعت اي حد تاني، دي حاجه بتاعتك انت. السلم طويل جدا 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 فوق ما تتخيله، شكل المكان من فوق حرفيا واحد. انا وعد المكان اللي طلعنا فيه طلعنا مكان تاني، المكان ده اضيق واصغر بكتير جدا، بس المكان عامل ازاي؟ كله صغير جدا ورايق قوي. انا دلوقتي خدت اليوم بحاول ان احنا نختم اليوم، الناس كلها قاعده بتتصور. انت في ايه مركز معايا ليه؟ كريم هتصور ولا ايه؟ واحد اثنين عادي ان انت عشان تروح تصور في اي مكان اثري او حاجه لازم تحصل مشكله، حتى لمجرد ان احنا كنا بنصور صوره مع بعض فدي كان عندهم فيها مشكله ان احنا قاعدين قدام المسجد وبنصور، مش متحدد له رولز ولا متحدد له اي حاجه، بس هو بيمنع التصوير وخلاص. فدي حاجه بصراحه غريبه وما لهاش اي سبب منطقي تماما. هننهي الفلوج ده لحد هنا، كان يوم جامد جدا. الفيديوز الجايه هتبقى اجمل صح؟ اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.